اللي خدمنا عليه وصلنا ليه. الأمنية ديالنا المستقبل أحسن تحققت. واش في خبارك الدستور جديد والقانون عطاونا حقوق جديدة؟ أيه، يمكن لينا نفتخروا لأن بلادنا هي أول دولة في المنطقة كتدرج الديمقراطية التشاركية في دستورها. يلا أصحابي، حاولوا تعرفوا على حقوقكم. اليوم بإمكانكم المساهمة في التغيير بتقديم عرائض، بل حتى اقتراح قوانين جديدة. داكشي علاش يكفينا نتقدموا بملتمس في مجال التشريع. وشنو هو الملتمس في مجال التشريع؟ الملتمس في مجال التشريع هو أي مبادرة كيتقدموا بها المواطنات والمواطنون وكيطالبوا من خلالها بتغيير أو نسخ أو اقتراح قانون جديد. وكيتم صياغة الملتمس بوضوح على شكل اقتراحات وتوصيات، وكيتم إرفاقه بمذكرة مفصلة كتوضح الأسباب الداعية لتقديم الملتمس وأهدافه. خاص يكون الهدف من ملتمسكم هو تحقيق المصلحة العامة، وتكون لأي حد دعم ملتمسكم موقع من طرف 25 ألف مواطنة أو مواطن متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية وموفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف. وبصفتكم وكيل للجنة تقديم الملتمس خاصكم تخبوا بإذاع ملتمسكم لدى مجلس النواب مقابل وصل كتسلموا في الحين، أو لدى مجلس مستشارين إذا كان ملتمسكم كيخص جماعة ترابية أو متعلق بالتنمية الجهوية أو القضايا الاجتماعية. بإمكانكم أيضا إرساله عبر البريد الإلكتروني لأحد مجلسي البرلمان. وبعد دراسة ملتمسكم في مجال التشريع والبت فيه من طرف المجلس المعني، غيتم تبليغكم بقرار قبول ملتمسكم أو رفضه مع التعليل داخل أجل أقصى 75 يوم ابتداء من تاريخ الإيداع. هادشي مزيان، عندي مطالب ومقترحات تقدر تحقق المصلحة العامة. دستور القانون كيمنحكم أيضا الحق في تقديم عرائض وطنية. عرائض؟ تقدمت بالعديد من المطالب وما عندي عليهم حتى جواب لحد الساعة. حاول تفهم قبل ما تشكى. اليوم عندكم الحق في تقديم عرائض وطنية كتقوموا بإيداعها باعتباركم وكيل لجنة تقديم العريضة، إما لرئيس الحكومة أو رئيس أحد مجلسي البرلمان مقابل وصل كتسلموه بعين المكان. بإمكانكم أيضا إرسال عريضتكم عبر البريد الإلكتروني للسلطة العمومية المعنية. كل ما كتحتاجوه هو دعم 5000 مواطن ومواطن على الأقل كيقوموا بتوقيع لائحة دعم العريضة. هادشي مزيان، أنا بغيت نحدد تغيير إيجابي وفيه مصلحة مشتركة. بالفعل يمكن العرائض المحلية أنها تغير حياتكم، ويمكن لكم تقدموا عرائض في جهتكم أو في عمالتكم أو في إقليمكم بل حتى في جماعتكم. ومن خلال هذه العرائض المحلية يمكن لكم مثلا المطالبة بإنشاء طرق أو مسالك جديدة أو المطالبة ببناء مستشفيات ومراكز صحية بل حتى حفر بئر للمصلحة العامة. هذا ما كينص عليه القانون. أنا فاهم العرائض، ولكن ما هي العرائض المحلية؟ العريضة المحلية هي كل نص مكتوب كيطلب بواسطته المواطنات والمواطنون والجمعيات من مجلس الجهة أو مجلس العمالة أو الإقليم أو مجلس الجماعة باش يدرج في جدول أعماله نقطة كتدخل في صلاحياته وما كتمسش بتوابيت الأمة. فإذا كنتوا كتسكنوا أو كتخدموا في جهة أو عمالة أو جماعة معينة، يمكن لكم المبادرة لتغيير حياتكم اليومية بفضل هذه العرائض المحلية. ولكن هناك قواعد معينة خاصكم تحترموها عند تقديم العرائض المحلية، سواء من طرف المواطنات والمواطنين أو من طرف الجمعيات. بالنسبة للمواطنات والمواطنين، خاص يكون الهدف من العريضة هو تحقيق المصلحة المشتركة، وتكون لائحة دعم عريضتكم موقعة من طرف مواطنات ومواطنين ومرفقة بنسخ بطائقهم الوطنية للتعريف، بشرط يكونوا من ساكنة الجهة، العمالة أو الإقليم وحتى الجماعة المعنية بالعريضة، ويمارسوا بها نشاط اقتصادي أو تجاري أو حتى مهني. على مستوى الجماعات والعمالة والأقاليم، خاص المواطنات والمواطنين يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية. إذا كانت عريضتكم كتخص جهتكم، خاصكم باعتباركم وكيل لجنة تقديم العريضة إيداعها لدى رئيس مجلس الجهة مقابل وصل كيتسلم لكم في عين المكان. ولكن قبل ذلك خاصكم تجمعوا على الأقل 300 توقيع إذا كنتوا كتنتميوا لجهة قلمي موادنون، العيون الساقية الحمراء والداخلة والذهب. 400 توقيع إذا كنتوا كتنتميوا للجهة الشرقية بني ملال خنيفرة درعة تفيلالت وسوس ماسة. 500 توقيع إذا كنتوا كتنتميوا للجهة طنجة تطوان الحسيمة فاس مكناس الرباط سلا القنيطرة الدار البيضاء السطات. إذا كانت عريضتكم كتخص إقليمكم أو عمالتكم، خاصكم باعتباركم وكيل لجنة تقديم العريضة إيداعها لدى رئيس مجلس الإقليم أو العمالة مقابل وصل كيتسلم لكم بعين المكان. ولكن قبل ذلك خاصكم تجمعوا 300 توقيع على الأقل. إذا كانت عريضتكم كتخص جماعتكم، خاصكم باعتباركم وكيل لجنة تقديم العريضة إيداعها لدى رئيس المجلس الجماعي مقابل وصل كيتسلم لكم بعين المكان. ولكن قبل ذلك خاصكم تجمعوا على الأقل 100 توقيع إذا كان عدد سكان جماعتكم أقل من 35 ألف نسمة.
200 توقيع إلا كان عدد سكان جماعتكم أكثر من 35 ألف نسمة، 400 توقيع إلا كانت جماعتكم ذات نظام مقاطعات. أما بالنسبة للجمعيات، فيمكن لكل جمعية مغربية إذا عريضة محلية بشرط تكون الجمعية معترف فيها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل المدة كتزيد على 3 ديال السنوات، تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يكون نشاطها مرتبط بموضوع العريضة، يكون مقرها أو أحد فروعها واقع بتراب المجلس المعني بالعريضة، وخاص الجمعية ترفق نسخة من النظام الأساسي ونسخة من الوصل النهائي الصادر للجمعية ووثيقة كتبت صلاحيات المخولة للشخص اللي غيتولى تتبع مسار تقديم العريضة. كل هالتعقيدات، نسخة مصورة أكثر من 300 أقل من 35 ألف، كيفاش بغيتونا نفهموا هادشي؟ الأمر سهل، يمكن لكم تحصلوا على جميع المعلومات عن طريق تحميل تطبيق الديمقراطية التشاركية على أب ستور أو جوجل بلاي. مشاركة المواطنين مزيانة، ولكن هذا الشيء غادي ياخذ من المصالح المعنية وقت طويل وجهد كبر. هذا غير صحيح، هاد القوانين الجديدة غتسمح بربح الوقت. فكري في عدد الساعات اللي كنا كنقضيوها في معالجة الشكايات الفردية بكل أنواعها والمعاناة اللي كنا كنحسوا بها طول اليوم. بفضل هاد القوانين غيعرضوا علينا المواطنات والمواطنين بكل وضوح مطالبهم واقتراحاتهم وتوصياتهم، ومن واجبنا الإجابة عليها بطريقة واضحة ودقيقة في إطار القانون. هيا بنا نبادروا من أجل المساهمة في إحداث التغيير وتحقيق المنفعة العامة. للمشاركة زوروا موقع www.participation.ma. المشاركة المواطنة حق ومسؤولية.